أصبحت السياحة صناعة قائمة بذاتها ورافداً هاماً من روافد التنمية في الاقتصاديات الحديثة، لما تدره من إيرادات بالعملة الصعبة، ناهيك عن توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لصلتها بالعديد من القطاعات الأخرى. وفي إطار سعي الجزائر إلى تحقيق التنمية المستدامة والبحث عن بدائل لتنويع اقتصادها ومصادر دخلها، يبرز الاقتصاد السياحي كاتجاه لتحقيق هذا المسعى، خاصة وأن الجزائر تنعم بمقومات سياحية متنوعة تسمح لها ببناء اقتصاد سياحي قوي وجذاب. فما هو واقع الاقتصاد السياحي في الجزائر؟ وما هي آفاق النهوض به وتنميته في ظل التطورات العالمية المعاصرة؟
ملتقى غني بالأبحاث قيم بالمعلومات تبادلنا من خلاله الآراء. كل الشكر للجميع. الملتقى حقق طفرة في المجال الإعلامي وإشعار الملتقيات. الملتقى الدولي للسياحة ملتقى متميز في التنظيم وفي المحتوى. وأتمن الجهد الكبير الذي قام به الرئيس ونواب رئيس فريق العمل لهذا المؤتمر وكل الخبراء والأساتذة والباحثين الذين شاركوا فيه بكل كفاءة، حيث كانت النتائج المتوصلة في هذا المؤتمر هي القاعدة الأساسية التي بنيت عليها النقاشات والتي ستسهل وبلا شك عمل وأهداف هذا المؤتمر في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعادي الهادي جميع التسنسيل. نشكركم على التنظيم المحكم، نشكركم على استعمال تقنيات التكنولوجيا في هذا المؤتمر الدولي، مؤتمر متميز، بارك الله في جهودكم. مرحبي صديق، تمت إدارة المؤتمر باحترافية عالية. ATIC 22 gathered rich and valuable contributions around the economy of tourism, from which we learned many lessons. Many thanks to the organizers who showed support before and during the conduct of the conference. I really enjoyed being part of it. Many thanks. السلام عليكم. أود في هذا المقام أن أقدم أسمى عبارات الشكر والتقدير لمنظم المؤتمر الدولي حول الاقتصاد السياحي بشامعة الطيف. أين قدمنا اقتراحات ومدخلات شد قلبنا ونأمل من سلطات الجزائر حتى العربية الأكثر عين الاعتبار اقتراحات وتوزيع مبادرة عن هذا المؤتمر، وشكرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أردت أن أشكر كل الذين ساهموا بفعالية في تنظيم فعاليات هذا الملتقى الدولي الأول الخاص بالاقتصاد السياحي المقام بجامعة صيف واحد، وأخص بالذكر رئيس الملتقى الدكتور عبد الحق العيفة، كل اللجنة العلمية وكل أعضاء اللجنة التنظيمية وهم بمثابة جنود الخفاء. أشكرهم على الالتزام بالمواعيد، على الدقة، على كذلك كيفية تمرير الجلسات وإدارة الجلسات. فعلا يعني كان عمل رائع، كان عمل في القمة. أتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في المستقبل، كما نرجو من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء وأن نلتقي في فرص علمية أخرى، لما لا. تقبلوا مني كل تحيات دكتورة مغلوي أمينة من جامعة الجزائر 3، وشكرا لكم. السلام عليكم. المؤتمر كان في القمة من حيث الشكل والمضمون، جزاكم الله خيرا. تنظيم رائع لمؤتمر علمي قيم. كان مؤتمرا في المستوى المطلوب، أشكر كل القائمين عليه مع خالص تمنياتي بالمزيد من النجاح والتقدم. Félicitons l'ensemble des organisateurs pour la réussite de cet événement scientifique, the Algeria's Tourism Economy 2022. À leur tête, Dr Abdelhaq Leifa, et nous les remercions pour l'ensemble des efforts consentis tout au long de ces trois jours riches en contributions de haut niveau. Nos sincères remerciements à l'ensemble de l'équipe du colloque et aussi à l'ensemble des participants pour la qualité de leur présentation. À d'autres rencontres, Inch'Allah. مؤتمر كان رائع، كان متميز، استحقون عليه العلامة الكاملة بجدارة. الشكر موصول للجميع بدون استثناء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدكتورة زهية عباس، جامعة بتنا واحد. مؤتمر ناجح على كل المستويات، تنظيم احترافي، مشاركة قياسية من الهيئة الأكاديمية، مداخلات في الصميم على أمل الأخذ بعين الاعتبار التوصيات. الشكر موصول لكل من وضع بصمته في هذا الإنجاز العلمي، جزاكم الله كل خير. بالنسبة للتنظيم المؤتمر الدولي الافتراضي الأول في جامعة فرحات عباس بسطيف، والله أبهرتمونا بهذا التنظيم الرائع. شكرا لكم، وعلى رأسكم الدكتور العيفة عبد الحق، بارك الله فيكم يا دكتور الصحة. ألخص رأيي في هذا المؤتمر بكلمتين موجزتين، أولاهما للمنظمين ورجال الخفاء، حيث أشكرهم على تنظيم هذا الملتقى الذي تفرد موضوعا وتنظيما وإخراجا. ثانيهما إلى رئيس المؤتمر الدكتور عبد الحق عيفة، والذي يحق فيه قول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وشكرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. It was a pleasure and a privilege to participate in the conference yesterday on the diversification of the Algerian economy. I wish to congratulate the organizers and I'm looking forward to participate again next time.